اتصال من فلسطين الأخ هاني. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. كيف أحوالك يا شيخ؟ كيف صحتك؟ حياكم الله، أهلا ومرحبا حبيب قلبي يا شيخ. حياكم الله. ليش متوترين شوي؟ استغفر. ولكن يعني بدي أحكيك من قلبي يعني. جزاكم الله خير. لو سمحت بس اسمعني شوي. تفضل. أنا يا شيخ بدي أعتذر منك كثير اعتذار، يعني بدي إياك تسامحني لأني استغبتك كثير والله، وأنا بعتذر منك يا شيخ حبيب قلبي. غفر الله لك. أنا بعرف عنكم من زمان، يعني بسمع عنكم من زمان، ولكن إلي من حوالي شهر، من شهر صرت أشوف قناة فدك وأحضر المحاضرات تعون حضرتك. حبيت أني أقول لك صراحة استغبتك وحكيت عنك كلام مش منيح، وأنا ما كنت بعرفك، فالله شاهد علي. بعد ما جيت رجعت من لبنان نفس الدايات وتعبت كتير وحتى مرضت يعني، وكان كل فكري أنه ليش حكيت على الشيخ ياسر الحبيب كلام مش منيح، ولعنت وثبيت، وحبيت اني احكي انه بالنسبة انه طقية ليش ما بعمل معنا هيك الطقية، ومثلا فتعبت كتير يا شيخ ومرضت، والله العظيم مرضت، قعدت بالفراش حوالي 7 أسابيع اقسم بالله، الله يشهد علي. في هذا المرض اللي قاعد انا فيه حبيت لأني حكيت على الشيخ، بدي أعرف مين هو هذا الشيخ. نسمع عنه ونسمع عنه كتير أنه والله اتني للمسلمين و و و إلى آخره، ففتحت على محاضراته. الله أكبر الله أكبر يا شيخ. أنا يعني بدي تسامحني وبدي أعلن تشيعي يا شيخ. ما شاء الله. اعلن تشيعي ارجوك، بس قبل ما اعلن تشيعي اعلن تشيعي يا شيخ اياك اول شيء تسامحني من قلبك. سامحتك ان شاء الله، غفر الله. الله يخلي لي اياك، الله يعزك يا رب. ما دمت توالي العترة الطاهرة من الان فانت مسامح من قبلي تماما. اطمئن حبيبي إن شاء يا شيخ. اتشكرك انا. أتشكرك. وبدي أقول لك كمان أشياء، يعني أنا سمعتها في محاضرات من قبل طياد، ولكن يستعملون الطقية كتير. هم في ألمانيا كنت أسمع أنه هم أوتاد هون في البلد، يعني هم عندهم علم شتى. كلام اللي أنت تنقله أنا سمعت منه أطراف من هاي الشيوخ ومن هاي الناس المتخفيين باللعب، مش باللباس الزي المدني، ما حابين يلبسوا ولا حابين يتكلموا، ولكن في مجالس خاصة عندهم في البيت كنت أسمع هذا الكلام اللي أنت تحكيه يا سيدي. فكان يقولونا ويحكونا أنه هذا الشيء بتعلموه بقلب المحاضر، بقلب مثل ما بقولوا بالمجالس الفقهية، ولكن مش علنا يعني. فبعدني اليوم عم بحضر محاضرة اسمها الخطبة للإمام علي عليه السلام، بحدث فيها عن حقه. طيب، ونحن الرافضة رغما عن أنفكم. طيب، فكان يطال يعني معلش توترت شوي شيخ، معلش تحملني شوي، الله يرضى عليك. سفر الله. في انه كان يسمي الاسماء باسمائهم للظالمين واللي اخذوا حق الامام علي عليه السلام، فكان يسمي باسم ابا بكر وعمر ولعنة الله عليهم. نعم. فهي الخطبة كثير عجبتني، وفي خطبة حضرتك محاضرة قدمتها هاي ثلاثية الابعاد، واللي الامام علي عليه السلام خاطب هذول المؤمنين في دار السلام. يعني عن جد عن جد حبيبي، انت
اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اني متابعك الي شهر ونص بالضبط، كل يوم كل يوم يا شيخ. اقسم بالله انت ضيفنا يا شيخنا، انت ضيفنا بالبيت. 24 ساعة عم نحضر المحاضرات، شيء مش معقول ابدا. مش مصدقين هالحكي اللي عم حضرتك عم تتكلم فيه. يعني نحن متفاجئين ما شاء الله، نحن ومنحب نقرأ ومنحب نستمع. على فكرة شيخ، أنا من السميع، أنا بحب أسمع. ف يعني ما تأخذني شيخ، يعني بدي أقول لك ما بقرأ كتير ولكن بستمع كتير، بحب الاستماع. فما شاء الله حضرتك عنا في البيت يا شيخنا، أنت ضيف وعزيز وكريم. جزاكم الله خيرا. الله يرضى عليك شيخي. بس لما كنت الحاسة في لبنان جابوا سيرتك، فقالوا لنا انت عامل هذا مثل الشيخ الحبيب مدري شو، وما تأخذني يعني لعنه. فأنا جرأت وما كان بقصدي يعني بس مع انه شيخ الحبيب هو انسان فتني على المسلمين وكذا، فبلشت ألعن معاهم وبلشت اقول لهم نحن ما هيك، ونحن مش مثل هالشيخ، عفوا يعني عم بحكيك بالأملية، مثل هالشيخ الحبيب اللي بعمل فتن بهالناس. ولعنت مش طبيعي لعن. فلما جيت على البيت لرجعت على ألمانيا أنا تعبت كتير، أنا حسيت إني استغبتك وما بعرفك وعشو بدي أحكي هذا الكلام، ليش عملت هالتقية؟ أنا كنت كتير كتير ندمان، فهذا مش كلام معقول هاي التقية. ففتحت على المحاضرات وأسمع محاضراتك ما شاء الله ما شاء الله. الله يعطيك القوة ويعطيك الصحة ويخلي لك بدنك، وإن شاء الله بتوصل صوت العترة لكل أنحاء العالم إن شاء الله. وأنتم معنا إن شاء الله. بارك حبيبي الله يا شيخ، وفقك الله. أنا بدي أعلن تشيعي من جديد، أنا متشيع، ولكن أنا متشيع، كنت مثلكم وأكثر. يعني هون في ألمانيا أدخل على المساجد المخالفين وأقعد أناقشهم وأقول لهم فلان وفلان وعلتان وهدول ما بسوا، خصوصا أنه هاي زوجة النبي، كيف بتعمل بالنبي هيك؟ هذا نبي معظم، الله عظمه، ما عظمه الله نعظمه، وما لعنه الله نلعنه. فكيف هاي المرأة بتعمل مع النبي بهالطريقة هاي، تحكي معه بهالطريقة هاي وبهاللهجة هاي وأنتوا تفتخروا؟ فإجوا بعض الشيعة قالوا لي ما بجوز تعمل هيك، الإمام علي عليه السلام ما أمرنا بهيك، الإمام علي كان يسكت عن حقه، الإمام علي كان يسامح، ما بيجوز تعمل هيك بالناس وتعمل فتنة بهالناس. فكنت أنا قديه ثوري ثوري ثوري، كنت ثوري كتير يا شيخ أول ما تشيعت. فهم الشيعة اللي معانا من لبنان يعني كتير هدولي مثل ما بقولوا كسرولي مقاديفي، فقالوا لي ما بيجوز هيك تعمل. فأنا تراجعت يا شيخ، فتراجعت كتير كتير، كنت في 180 درجة صرت صفر. صرت حسيت حالي طب أنا ليش شيعي؟ طب أنا ليش رافضي؟ لما أنا تشيعت عشان الإمام علي عليه السلام له حق، والحق تبع الإمام علي اتاخذ منه. فكيف أنا بدي أقعد أراضيهم لهدول الناس هالجماعة؟ لا، وكمان يأمرونا يقولونا روحوا صلوا معاهم وصلوا وراهم، وإذا حطوا إيد على إيد عشان ما يلاحظوا عليكم حطوا إيد على إيد عشان هذا الشيء ما بيعمل فتنة بين المسلمين وكذا وكذا. فأنا حسيت هذا الشيء، ما بعرف يا شيخ، حسيت حالي ضعفت كتير، إنه كنت كتير قوي في شيء بتشيعي. فأنا حبيت أنا أقول لك يا شيخي، أنت عزيز وأنت حبيب لنا وقريب على القلوب، وبصراحة بصراحة أقنعتني، وبصراحة أكتر يعني حتى العيلة معاي عم بعدوا، أولادي سمعوا معاي وبشوفوا المحاضرات، وبكل صدر رحب عم نقعد كل يوم كل يوم. أقسم بالله أكتر من 5 ساعات محاضرات للشيخ ياسر الحبيب. الحمد لله. تهنيكم شيخنا،
هناك الله في الدنيا الله يرضى والآخرة، عليك بيض يا رب، الله وجهك. الله يعزك يا رب. مستعد إن شاء حبيبي يا الله، شيخ، قل على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. على بركة الله تعالى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير وأن لا شبيه له ولا نظير، جل جلاله، جل جلاله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، وسيد الخلق أجمعين، ومبرأ من كل عيب وشين، ومبرأ من كل عيب وشين، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها حجج الله المعصومين، صلوات الله عليهم، صلوات الله عليهم، أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله، من أبي بكر وعمر وعثمان، من أبي بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، في النار، في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل اللهم محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه والعاد. شكرا لله، حمدا لله، هنيئا لك أخانا الكريم، رزقك الله الجنة بشفاعة محمد وآله الطاهرين. اللهم آمين بحق عليه. محمد وآله الطيبين الطاهرين. أدام الله فيك هذه الروح القوية الشجاعة، وحذاري من أن يبردك أحد. دير بالك أنه هؤلاء الجبناء الذين يدعون التشيع يبردونك أو يضعفونك. كل شيعي لا بد أن يبقى ثائرا إلى أن يظهر المهدي من آل محمد، صلاة الله عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم نعم يا شيخ، هنيئا لك أخانا الكريم. حبيبي يا شيخ، حبيبي، أشكركم أشكركم أشكركم. شيخ، أنا من أول ما تشيعت بسيرة أبا فضل العباس عليه السلام، صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وهذا التشيع الأصيل، نعم، تشيعت على يد الشيخ ياسر الحبيب، وأفتخر. استغفر الله، جزاكم الله خيرا. الفضل والحمد لله، الله يعطيكم الصحة والعافية، وإلى الأمام يا شيخ، نحن معكم، أسرتك إن شاء الله، الله يرضى عليك. شكرا لك يا شيخ، شكرا. أنا ارتحت، وأرجوك أرجوك أن تسامحني يا شيخ. قد سامحتك وغفر الله لك، وألتمس منك. حبيبي يا شيخ، حبيبي، أشكرك، والسلام عليكم. وعليكم السلام، وشكرا لكم جميعا، الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيكم إن شاء الله، بارك الله يخليكم يا رب. الحجة إمام نفرح ابن الطيبين، نهني نهني الحجة إمام نفرح ابن الطيبين، نلقن الليل الشهادة وينظر المتشيعين، نحضي وياكم أخوك سعادة أجمعين. والعز يا رب، أدام الله أفراحكم إن شاء الله، أدام الله أفراحكم، الله يعزكم.
بارك الله بكم. هذه أيام أعياد كذلك، وكل يوم يتشيع فيه أحد جديد وينضم إلى أسرة أهل البيت وشيعتهم وشجرتهم الطيبة، هو يوم عيد بالنسبة إلينا. الله 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 أشياء. شكرا لكم كثير الشكر يا رب. الحمد لله تعرفنا عليك يا شيخ، والحمد لله تكلمنا معك، والحمد لله شفناك صورة وصوت وحكينا معك. أنا كنت أطلبك من زمان ما يمشي معي التليفون، ما يعلق الخط. الحمد لله أنا كثير كثير سعيد وكثير مبسوط، وهلأ أنا كثير مرتاح، اولا لانك سمحتني، وثانيا لاني تشيعت من جديد التشيع الاصيل. الحمد يعني لله. رافضي وافتخر. انا مرفوع الراس ان شاء الله دائما في الدنيا. الله يعزك يا شيخ، الله يعزك يا حبيب قلبي. اهلا وسهلا، الله معاكم حبيبي. الله معاكم، بارك الله فيك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. نشكرك أخي هاني، نشكرك جزيل الشكر على إدخال السرور على قلوب المؤمنين الموجودين هنا معنا في المسجد، وأيضا قلوب المؤمنين المتواجدين في أصقاع العالم والذين يشاهدوننا.